يعني إسرائيل كانت تتدرب في هذه الحرب؟ يا دكتور الحرب في غزة كانت ممكن تخلص في شهرين ثلاثة، لكن لابد أولا مسرح تدريب للقوات، فابتدى يدخل مثلا فرقة 36 98 99 252 يسحب ويدخل فرقة تانية بحيث قوات الاحتياط تتدرب. قوات الاحتياط هذا التعبير قاسي يا سيد سمير. كان في خمس لواءات احتياط هم اللي كان أدائهم ضعيف. يعني إسرائيل كانت تتدرب في هذه الحرب يا سيد سمير راغب؟ بتتدرب في المراحل الأولى. كان في حرب وبعدين وين بأي مرحلة من الحرب يعني تقدر تقول لي إسرائيل كانت تتدرب في هذه الحرب؟ وين؟ في جنوب لبنان في الضاحية لو في غزة؟ لا، حرب الضاحية لسه ما بدتش. أنا قلت لبنان، أنا بتكلم في غزة. في غزة أي أنا بتكلم في غزة إن الفرق الستة باستثناء الفرقة 146 91 باقي الفرقة كلها حربت في غزة. 36 حربت، 98 حربت، 162 موجودة في الاحتياطي حربت، 99 حربت، ويبقى معاهم برضو 252، كل الفرق حربت. طب هل سيادتك، أنا حاسس سيادتك سؤال مش محتاج تكون خبير عسكري، ست فرق حربت في غزة في جبهة كل طولها في حدود ال 40 كيلو او 44 كيلو في عرض، في اكبر حته 14 كيلو ونص وفي حته 6 كيلو ونص العرض، بينما حربت على مواجهه من النقب لغايه بورسعيد على الجبهه المصريه قدام جيش في النسق الاول 80,000 خمس فرق، ده غير اللي عدوا في النسق الثاني. يعني حد يقنعني ان قوه القسامين اللي هم ست لواءات او يعني هم كتابة، يعني خليني اشوف السيد منذر، خليني اشوف الاستغراب اللي في الاعتبار حجم التطور اللي حصل لدى اسرائيل ما بعد 73 حتى 23. يا سيد سمير راغب اذا خليني استغرب، الكلام مش منطقي.